السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناة الزراعة فوق مصر. النهاردة جايين بفكرة جديدة علينا لما هي قديمة جدا، وهي التسميد عن طريق الخميرة. طبعا الخميرة الفورية هي من احسن الحاجات اللي ممكن نديها للنبات. طبعا هنجهز ازازة فاضية فيها رتل مية او 2 رتل مية. طبعا 2 رتل مية هنحط عليهم معلقة ونص سكر، معلقة ونص خميرة فورية، شوية ب3 جنيه. طبعا شوية ب3 جنيه دول فيهم حوالي 6 او 7 معالق، هنقسم كل معلقة ونص على ازازة. فانا يعني هقضي مثلا اقول ازازتين يعني 3 معالق، نشوفهم ونكمل. طبعا اسف لان انا اللي بصور لوحدي، فهنجيب الازازتين اهم، حطينا في كل ازازه حوالي معلقه ونص ميه، يعني هنا معلقه ونص وهنا معلقه ونص، معانا معلقه صغيره. وهنضيف النص هنا معلقة والنص. طبعا النص يعني ما نخلوش نص معلقة، يعني نخليه مثلا معلقة الا ربع، لان اوريدي في حاجات بتقع مننا. هنملاهم مية ونشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. طبعا احنا هنملاهم بس مش على الاخر، يعني هنسيب الربع كده يا جماعه. كده. وهنقفل. نجهز الازازه الثانيه وهنشوف احنا هنعمل ايه تاني. طب انا بعد ما خلصهم كده احاول ان انا ارجها، تمام، بس مش قوي، يعني ما ادوس عليها، يعني ما كترش. تمام، هنعمل حاجه تانية بقى، هنخرم، لازما نخرم الغطا من الناحيه دي، نسيبها يخش لها ايه، يخش لها الهواء. الكلام في الثانية. بعد ما احنا كده جهزناهم وخرمناهم، بكرة ان شاء الله، احنا دلوقتي الساعة حوالي 6 المغرب يعني. طبعا احنا ساقيين الزرع، يعني لو مشينا على الزرع كله هنلاقيه جاهز اللي هو يترش، بس احنا عقبال ما الخميرة تتفاعل فاحنا هنسيبها من هنا لحد 6 الصبح ان شاء الله. نطلع بدري وهرش الزرع تاني، يعني بس بالبخاخة هوريها لكم. البخاخة اهي، تمام. هرش الاول الزرع، احنا رشين مية، يعني انت جهزت الخميرة مفروض بكرة تكون سائل الزرع، فاحنا عشان سائلها النهارده هدي ريه الصبح كده، يعني خفيفه كده، رشه خفيفه، وبعد كده اسقي التربه بالخميره. ان شاء الله بمشيئه الله تعالى تكملت الفيديو غدا ان شاء الله، بس هينزل كله مره واحده، مش هيبقى على جزئين. في امان الله.